بغداد هم دايرين حاله عليك صحاب الهرم. قال لك يناير قال لك خلينا نبيعه. العمري صباح خويا يا يوسف صحاب الهرم قال لك خلينا نبيعه يناير يا خويا. نعم بدرتين بالفعل كنا نظن أنها حصة مغلقة لكن خلية الإعلام للاتحاد الجزائري لكرة القدم فعلت ما بوسعها من أجل منحنا بعض الدقائق لنقل كل كبيرة وصغيرة للجماهير الجزائرية فيما يتعلق بمشاركة المنتخب الجزائري في كأس أمم إفريقيا. هي إذن الخطوات الأولى استعدادا لمواجهة غينيا الاستوائية بعد التعثر في المباراة الأولى أمام منتخب سيراليون كما تابعت معنا المشاهدين أكيد هي ليست المال مواجهة سيراليون لكن أكيد العزيمة والطموح لن يفارق محاربي الصحراء في هذا الاستحقاق الإفريقي الهام. صور جميلة الكل هنا ما عدا أربع الأسماء كما قلنا. أكيد هو الأهل ويجب أن يخفف الضغط على زملائه هو النجم الأول للمنتخب. أنت أنت بالسيرة. هدي 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 هدي. بغداد هم دايرين حاله عليك صحاب الهرم. قال لك يناير قال لك خلينا نبيعه. العمري صباح خويا يا يوسف صحاب الهرم قال لك خلينا نبيعه يناير يا خويا. قولوا يدنا هذا او بدنا منك شكرا شكرا لكم يا رسول الله. Thank you.